السلام عليكم ورحمة الله. الخوت بخير مزيان هانيين، المهم كاين هاد السلعة هادي، هادي سلعة دوزيام ديال الصوا، يعني كيما تنقولو الخوت، كاين بياسة اللي كتكون نقية وكاين البياسة اللي كيكون فيها شوية ديال الروتوش، هادي راه حاجة طبيعية. المهم هادي بالنسبة للإخوة اللي كيديرو السوق كيقلبو على التمن شوية مناسب، هادي بالنسبه اللي باغي يصلح شويه يسيرج يقاد الامور. عند الدراري بحال هادي خاصه شويه فراش هكا سيور هكا، كاين شي روتوش راه يتصلح. المهم هكا الامور، كاين البياسه اللي تقدر ما تلقى فيها حتى شي حاجه. المهم الخوت هادي بالنسبه للعدد ديالها ما بين 70 80 حبه، بقني الله نحسبوها نعاودوها في الحساب. بالنسبة للثمن ديالها كيبقى 30 درهم، هذا هو اللي كاين. المهم اللي بغا شي حاجة مرحبا يتواصل معنا قدم مع الأمور، والله المستعان. هذي كما قلنا خاصة شوية الصابون شوية السيراج السيور. المهم بالنسبة للدراري اللي حريفية راه عارفين كيفاش كتخدم السلعة، اللي بغا ياكل طريفة الخبز هذا هو اللي كاين الخوت. يلا اللي خاصو شي حاجه مرحبا. المهم تقريبا غدا صبات برديله ميكس، المهم سلعه ديال الخبز الخوتي. يلا اللهم يسر، اللي خاصو شي حاجه يتواصل معنا. يلا الله المستعان.